واقع صعب وتدهور مستمر فرضه انقلاب ميليشيا الحوثي والمخلوع على اليمنيين يوما بعد آخر. تسببت الحرب التي تشهدها البلاد بتوقف الخدمات الأساسية اللازمة ولو للحد الأدنى من الاستقرار المعيشي للمواطنين. خلال السنتين هذا السبب الرئيسي والأقوى والمباشر هو الانقلاب الذي أوصل حياة المواطن اليمني في كثير من الجوانب. أيضا لا ننسى قطاع التعليم الذي توقف على مستوى الجامعات أو على مستوى المدارس. تم إعادة الآن بعض المدارس وبعض الجامعات للعمل، ولكن خلال السنة كاملة تم إيقاف كثير وضرب كثير من المدارس. أيضا أثر على حياة الناس في قضية التجارة والمواد الأساسية، وهذه يعلمها الكل خاصة من يعيش في مدينة تعز. مدينة تعز تعد انموذجا مصغرا لما آل إليه واقع اليمن بشكل عام. لعامين ونصف يعيش الأهالي هنا دون كهرباء ولا مياه، فضلا عن تردي الأوضاع الصحية في المستشفيات، وهي ذات العوامل التي دفعت المنظمات لإطلاق تحذيرات من حدوث كارثة إنسانية توشك أن تحل بالشعب جراء غياب الخدمات الأساسية. كنا تحدثنا قبل فترة وعقدنا مؤتمر قبل الكارثة، لكن الآن نرى بأن مدينة تعز وصلت إلى الكارثة. سنتين وشهر منطفئة الكهرباء في هذه المدينة، لم تشعل حتى دقيقة واحدة منذ سنتين. في كثير من الناس الآن بدأوا ينسوا بأن هنالك كهرباء أو احتياجات التهجير. كل هذه جمعت كوارث إنسانية خلت الإنسان ينسى كثير من إيش؟ من الضروريات، ويتخيل بأنها كماليات. كل يوم تسمع كوارث، تسمع عن أناس، عن أسر وصلت لمرحلة لا تستطيع إيش أن تدبر لقمة العيش، أو حتى وجبة واحدة في اليوم لا تستطيع أن تصل إليها. حرب الميليشيات الانقلابية وأساليب التدمير الممنهجة التي تتعرض لها البلاد في ظل غياب الخطوات الجادة للحكومة الشرعية والسلطة المحلية كما يتحدث المواطنون، أمر لا يزيد المشكلة إلا تعقيدا. واقع أصبح معه مجرد الحلم بعودة الخدمات حتى على ما كانت عليه قبل الانقلاب طربا من الأمنيات. تفعيل أجهزة الدولة والعمل على توفير الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء مطلب يرى المواطنون أنه لابد أن تمضي عجلته سريعا لإنقاذ البلاد قبل أن تودي به عجلة الإهمال نحو الهاوية. حمزة أمين لبرنامج المنصة، تعز.